بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنبدأ معاكم النهاردة حلقات صباحك عندنا. هنبدأ الفقرة الأولى بفقرة الشيف، معاكم الشيف رئيس عاصمة محمد. بناء على طلب أعزائي المشاهدين بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، كل عام وهم بخير. كتير طلبات مني بسكوت ونواعم، فهنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل بسكوت والبيتيفور إن شاء الله بإذن الله. فهنبدأ بمقادير البسكوت، عبارة عن 10 بيضات، فانيليا طبعا مع البيض ده لازم، 2 كوب سكر، وكوب سمن، وربع كوب لبن، وخميرة المفروض ان خميرة نشادر او بيكنج باودر حسب رغبات حضراتكم. فهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد حوالي مقدار 1.5 كيلو دقيق بالظبط، من 1.25 لكيلو دقيق بالظبط مقدارها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ. انا هستعمل الخلاط لان الخلاط اسرع، وبعد كده هنستعمل العجان الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان صوت الخلاط عالي فانا الخلاط. نضرب البيض مع الفانيليا. هنضرب البيض كويس في الخلاط، وبعد كده هنضيف السكر والسمنة واللبن والخميرة. بعد ما ضربت البيض والفانيليا هنضرب هنحط السكر البودرة أو سكر سنترا، مفيش أي حاجة موجودة، مفيش أي مشاكل. السكر بالظبط بالظبط المقدار ده، هتجربوها تدعيلي ان شاء الله باذن الله. والسمنه، كوبايه سمنه او زبده حسب الرغبه يعني، حسب، في ناس بترغب الزبده وفي ناس بترغب السمنه يعني، بس على قد ايدينا يعني. وهنضيف ربع كوب لبن مش اكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضرب المقدار. وده هيكون شكل البسكوت بعد ان شاء الله. طبعا عشان وقت الحلقه فانا مش هقدر ان انا اشكل، التشكيل ده سهل، فهيبقى بالطريقه دي. هتحطوا طعم فراوله او طعم برتقال او طعم شوكولاته او كاكاو، يعني دي اللي هيبقى في الاخر. معلش انا استعملت الخلاط لان المضرب بطيء، انا عايزه اخلص المقدارين عشان المضرب بطيء شويه. وده طبعا الشكل النهائي، لان انا عشان وقت الحلقه فانا جهزت قبل الهواء، مجهزه قبل الهواء المقدار ومشكلاه، فهيبقى الشكل النهائي بالطريقه دي. كفايه لان انا حاطه سكر بودره، فسكر البودره مش هياخد وقت في الضرب يعني. معلش هستعمل العجان، هستعمل العجان على ايه بدل ما انا هشتغل بايدي، هستعمل العجان. وهنستعمل الخلاط برضو مره تانية في البيتيفور، دي اسهل طريقه يعني، ابسط من كده مش هتلاقوا طريقه يعني. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نعجن، هنضيف الدقيق
فيه يعني. المعيار ده انا مجرباه كيلو ربع او كيلو نص دقيق يعني، بين المقدار ده والمقدار ده. في خميرة النشادر معلش انا مش هحطها علشان مش هشكل المقدار دلوقتي، خميرة النشادر موجودة اهي، دي خميرة نشادر، فانا مش هحطها دلوقتي عشان انا مش هقدر اشكله عشان المقدار ما يبوظ. لان انا ان حطيت خميرة النشادر لما ابدا اشكل هتكون الخميرة اتفعلت ومش هينفع. لكن انا هنا حاطة خميرة نشادر حوالي نص كوب خميرة نشادر، نص فنجان شاي. نساعد الخلاط معلش عشان يضرب كويس. تبقى العجينة متماسكة يعني، لا هي تخينة ولا هي رهيفة يعني، تبقى في الحدود الوسط. بس كده هنبدأ نعجن. ناخد وقت في العجن. خلاص عمال يطلع فوق. عموما يعتبر ايه كده مقدار البسكوت خلص، اللي هو العشر بيضات والفانيليا. طبعا ده اي بيض لازم يكون معاه فانيليا. بعد كده كوبايتين سكر وكوبايه سمنه وربع لبن. اكتر من كده ما ينفعش نضيف لبن اكتر من كده لان هيخلي البسكوت ينشف. وهتحط خميره النشادر والدقيق لحد لما تبقى العجين يعني ايه العجينه حلوه في ايدك تشكليها حلو يعني، تبقى متماسكه اللي هي تخينه ولا هي طريه. بعد كده هنبدا نعمل مقدار البيتفور عشان وقت الحلقه معلش سامحوني وقت الحلقه قصير. هنعمل مقدار البيتفور عباره عن اربع بيضات. طبعا مع البيض ده لازم ضروري هنضيف الفانيليا. بعد كده هنضربهم. طبعا النكهات دي حسب الرغبه، دي بالفراوله ودي برتقال ودي كاكاو او شوكولاته حسب رغبه حضراتكم. بالنسبه للبيتفور هنشكله اما بالسمسم او بالفرماسيل، والمادة اللي بنلزق بيها مربى أو شوكولاتة بيضة أو شوكولاتة. هنا أنا مستعملة شوكولاتة بني مسيحاها على حمام بخار مستعملاها، أو شوكولاتة بيضة برضه هتسيحيها على حمام بخار مية تستعمليها تشكلي بيها. وهنا أنا مستعملة المربى، تشكيلة المربى. معلش انا عشان وقت الحلقه قصير، ف البيض والفانيليا. بعد كده هنضيف السكر برضو، سكر بودره مش هياخد وقت في الخفق. سكر بودره. بعد كده هنضيف السمن والبيكنج. بنحتاج البيكنج باودر يعني نص باكو بيكنج باودر او معلقه كبيره، معلقه كبيره بيكنج باودر. كده البيض والفانيليا والسكر. هنضيف السمنة. كوبايتين سمنة. نص السمنة.
البيتي فور مش محتاج لبن، مش محتاج لبن ولا محتاج اي بخار ثاني. طبعا في ستات بيوت 10 على 10 اكتر مني، يعني انا بكلم الانسات اللي مقبلات على الزواج، يعني هم لسه بيتعلموا، لكن في ستات بيوت ما شاء الله يعني 10 على 10 في شغل النواعم والبيتفورات وكده. كويس بعد كده هنضيف له دقيق، دقيق حسب الطلب، يعني ممكن ياخد حوالي كيلو كيلو الا ربع دقيق، يعني حسب العجينه، يعني الدقيق حسب طلب العجينه، يعني ممكن ياخد كيلو الا ربع كيلو دقيق اللي هم 4 بيضات المقدار ده. وبعد كده بنحطه في كيس بلح الشام اللي هو الكيس السيليكون، معرفش جبته ولا بنشكله بكيس بلح الشام او مكبس بيتي فور. يعني انا حاليا مستعمله اللي هي مكبس بيتي فور الاستانلس، بيعمل كذا شكل غير الشكل ده، انا مستعملاه بيه اللي هو قمع بلح الشام السيليكون بالمنظر ده، وده برضو قمع بلح الشام السيليكون، لكن ده بمكنة البيتفور الستلس. بعد كده بنشكله، بنلزقه بمربى او شوكولاته زي ما قلت لكم، بيضه او بني او مربى، بنلزقه وبنعمله بالاشكال دي، ويبقى ده الشكل النهائي. وانا هحاول اضرب تاني عشان بس صوت الخلاط. هنا استعملت العجان، انا هنا ممكن اضيفه كده على الدقيق، انا المقدار دي يعني مجرباه يعني وحطاه بالمعيار وبالمقدار، فانا هفضل اضرب فيه. ممكن العجين تقسميه يعني كذا جزء، اللي هو جزء تحطي فيه شوكولاتة او كاكاو، والجزء الثاني هيفضل ابيض ده. والبسكوت يعني ده انا استعملت فيه قمع بلح الشام في المس ده، لكن في الشكل ده انا استعملت مكنة تشكيل البسكوت العادي، يعني استعملت الاثنين. يعني هنفضل نقلب كده، طبعا ده عبارة عن 4 بيضات، او المقدار تاني 4 بيضات وفانيليا واتنين كوب سمن او زبد حسب الرغبة، 2 كوب سمن او زبد حسب الرغبة، ونص كوب سكر عشان البيتفور نزاد السكر عن كده هيبقى ناشف، ميبقاش طري او دايب كده، لكن المفروض ان السكر ما يزيدش عن نص كوباية يعني. وهنكمل مقدار الدقيق والبسكوت اهو، يعني مقدار البسكوت اللي انا عرضته لكم على الشاشة اهو، مش حمل ان انا امسكه اساسا يعني،
والبيتفور والله نفس القصة كده، دايب خالص وطعمه إن شاء الله هتجربوه هيعجبكم وهتشكروني على المقدار ده. بعد كده هنكمل، معلش المقدار دي أنا استعجلت بسرعة عشان ألحق بس أديكم يعني المقادير، لأن أهم حاجة المقادير، المقادير في الوصفة دي أهم حاجة المقدار. بعد كده إضافة الدقيق وكده، ده شطارتك انت يعني، انا قلت لك المقدار اللي هو المفروض من حوالي البسكوت من كيلو وربع الى كيلو ونص دقيق، ما زيدش عن كده عشان ما يبقاش ناشف، من كيلو ربع الى كيلو ونص دقيق. بالنسبه للبيتفور حوالي كيلو، كيلو الا ربع. بعد ما نكمل عجن المقدار هنفصله، جزء نحط عليه كاكاو بني والجزء الثاني هيفضل ابيض ساده، اصفر ساده يعني. معلش هحاول اعجنكم واوريكم بالنسبه للعجينه هيبقى شكلها ازاي يعني، وان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم. انا عملت النواعم بناء على طلب كتير بعتولي على الصفحه بتاعتي، عايزين النواعم عشان اعياد الاخوه المسيحيين كل عام وهم بخير، فانا ما حبيتش ازعل مشاهدية وأصدقائي فحبيت أجربه لك عمل يعني. إن شاء الله كل اللي جرب الوصفة دي يتصل بيا وقول له قول لي رأيه إيه فيها يعني. بص عجينة البيتيفور أكتر من كده ما تكونش، لأن زادت عن كده هتنشف، هتبقى ناشفة ومش حلوة، لازم تكون ماسكة نفسها كده. بالنسبة برضو للبسكوت معلش البسكوت هحاول اطلع، محتاج حاجة بسيطة دقيق بس لان المكنة مش جايبة الاخر في ال، لكن انا المقادير اللي مديها لكم مظبوطة وهتجربوها وانا عارفة هتدوني رأيكم، هيبقى 10 على 10. بعد كده البسكوت برضو هحاول اشتغل فيه، هفضل اضرب في الدقيق كده الفه، بس انا اسفه ما حطيتش النشادر لاني انا لسه قدامي وقت على بال ما اشكله، على بال ما ابدا اشكله هتكون العجينه باظت النشادر، فمعلش انا احتفظت بالخميره مع اني انا قلت لكم المقدار اهو، حوالي نص كوب شاي خميره او 2 معلقه كبيره، لو اللي هو مش بيظبط المقدار بالكوبايه 2 معلقه اكل كبيره خميرة نشادر. في ناس بتعمله بالبيكنج باودر برضو حلو بيمشي برضو. هنفضل نضرب كده في، هوريكم بس العجينة قد ايه يعني، ده اخد حوالي كيلو الى كيلو الى ربع حسب، دي عاد تعتمد على شطارة الست يعني، تشوف في ايدك ماسكة نفسها تقدر تشكليها سواء بالمكبس اليدوي اللي هو السيليكون او بمكنة البيتيفور الستلس. العجينة بقى برضو بالمكنة البسكوت او بقمع السيليكون، انا قلت لكم ان انا جربت الاثنين شغالة في بالطريقة دي في الاثنين. بالنسبة لطعم الاشكال دي بالبرتقال وده بالكاكاو وده بعصير الفراولة، يعني ده بالبرتقال ده بالفراولة، ده عصير عصير الفراولة والبرتقال وبالكاكاو. هحاول انا ايه يعني، بص البسكوت اهو العجينة لا هي تخينة ولا هي رهيفة يعني معقولة كويس. بعد كده بتشكليها في المكنة او بتشكليها في مكبس البيتوفور، ودي برضو مكبس البيتوفور، وبتبقى دي طبعا دي
مقادير العجن، لكن دي اللي بتبقى الاشكال النهائيه اهي. دي انا مشكلها بالشوكولاته اللي مسخناها على حمام بخار، ومشكله بيها شوكولاته بيضه او شوكولاته بني يعني الاثنين. ودي بالمربى، ودي برضو مربى، ودي بالسمسم. عايزاك تجربوا البيتي فور بالسمسم، طعمه 10/10. وان شاء الله الفقره الثانيه مع الاستاذه رشا في صباحك عندنا. وشكرا، الف شكر ليكم، ويا رب يكون كنت خفيفه عليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. وجربوه وتقولوا لي رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.